وأن استجابة لممارسات تلك الأنظمة الاستبدادية في الفساد والاستبداد والظلم والجور. ولكن الحقيقة الناصعة أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد أرسى قواعد الحكم الرشيد الصالح بتنظير تأصيلي وبتطبيق ريادي، وفي البحث الموسوم ملامح الحكم الصالح للدولة الإسلامية عند الإمام علي عليه السلام في ضوء نهج البلاغة دراسة تحليلية الذي اشترك في إنجازه السيد أحمد نظر علي التميمي والشيخ مهدي عباس الربيعي إجابات وإضاءات معرفية تتعلق بهذا الموضوع المهم في هذا العصر بالذات، حيث الاستبداد والظلم والجور في أنحاء العالم. أطلب من سماحة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله مهدي عباس الربيعي أن يتفضل مشكوراً بإلقاء ملخص بحثه المذكور بما لا يزيد عن ربع ساعة، فنستقبله جميعاً بالصلاة على محمد وآل محمد. الشيخ مهدي عباس حمدان الربيعي، ماجستير قانون خاص باختصاص قانون خاص، طبعاً بحثه مشترك مع السيد أحمد نظر علي التميمي، ماجستير علوم سياسية تخصص الحكم الإسلامي. لهم العديد من البحوث مشاركين فيها في العديد من المؤتمرات، منها البحث الموسوم فلسفة التشريع في الخطبة الفدكية للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام عام 22، وكذلك مشاركته البحثية في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية الذي عقد في بغداد عام 23. أدعو الشيخ مهدي عباس حمدان الربيعي لإلقاء ملخص بحثه مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الذي فضل الإنسان بالقلم وعلمه ما لم يعلم ونور بصائر العلماء بأن جعلهم الحملة الأطياب للكتاب المتحملين للعلم والمعرفة والفضيلة والآداب. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الطيبين الأطهار. السادة الحضور، مع حفظ المقامات والألقاب، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. كما أوضح السيد رئيس الجلسة والسيد المقرر، عنوان البحث هو ملامح الحكم الصالح للدولة الإسلامية عند الإمام علي عليه السلام في ضوء نهج البلاغة دراسة تحليلية. وبنيابة عن الأخ الباحث السيد أحمد نظر علي التميمي، أتفضل عليكم بإلقاء البحث. كما هو معروض عليكم في الشاشة أن منهجية البحث قد تقسمت إلى الأقسام الثلاثة الظاهرة: التمهيد هو تعريف الحكم الصالح وبعده السياسي ومكوناته، ثم ابتدأنا بالمقصد الأول وهو معايير الحكم الصالح للدولة الإسلامية في ضوء نهج البلاغة، والمقصد الثاني هو مضامين هذا الحكم الصالح في نهج البلاغة، ثم الخاتمة التي تضمنت الاستنتاجات والتوصيات.
وقبل البدء بتعريف الحكم الصالح لا بد من نظرة عامة عن هذا الموضوع الحيوي المهم في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر في ضوء هذا الكتاب التأصيلي لعقائد الشيعة الإمامية وهو نهج البلاغة. فنقول أن موضوعة الحكم الصالح تشكل ضرورة سياسية مهمة في إصلاح الأنظمة السياسية مما يجعلها ذات معايير متقدمة كالعدل والشفافية واستقامة العلاقة بين الحاكم والأمة، مما يؤدي انعكاسه الظاهر في جميع مجريات الحياة العملية داخل وخارج إطار الحكومة. فمتى ما شخصت حالة الخلل في النظام السياسي واقترحت له الحلول المناسبة فإن النظام قد وضع نفسه على جادة الطريق السليم لممارسة السلطة والحفاظ على الحقوق. وهذه النظرية بالتحديد، نظرية الحكم الصالح، قد نجد وجودها وتأصيلاتها في مصنفات الفكر، كما وجدنا ذلك في المصنفات الشيعية الأصولية موضوع الدراسة والرسالة. وقد وقع بحثنا في المصدر التأسيسي نهج البلاغة من خلال استخراج نصوص الحكم الصالح من مضامينه ومعاييره التي أشير إليها في مطاوي البحث. وأما بالنسبة إلى التمهيد فما خلاصته أن معنى الحكم والحكومة قد جاء بلفظ واحد، أي هما مترادفان من حيث المعنى السياسي لهما. وكذلك قد اتضح أن هناك علاقة بين الحكم الصالح والحكم الرشيد لما لهما من علاقة وثيقة من حيث المبادئ والأهداف في تحقيق ما يتضمنه كلا المفهومين، حيث أن للحكم الصالح مبادئ وأبعاد سياسية واجتماعية وتقنية مهمة في إيجاد هذا الحكم وتطبيقه، حيث أن الحكم الصالح آلية تسعى إليها المواطنة الصالحة، إذ أن التضمين الفكري لأي فكرة تطرح بصورة خيالية بعيدة عن الواقع الذي يعيشه المجتمع تخرج من أحد أبنائه نظرية أو فكرة شاذة. أما المقصد الأول رعاية للوقت ندخل إليه مباشرة، نقول أن معايير الحكم الصالح في ضوء نهج البلاغة قد احتوى هذا المقصد على أهم معايير الحكم الصالح للدولة في نهج البلاغة، التي هي أولا الحق، ثم العدل، ثم التنظيم والتخطيط، ثم الرفق والشفافية. ونبدأ بالمعيار الأول وهو معيار الحق، إذ يعد هذا المعيار الحجر الأساس للحكم الصالح في نظرية الإمام علي عليه السلام، وبالأخص الجانب السياسي، إذ يكتسب هذا المفهوم السياسي وزنا وقيمة من ماذا؟ من مفهوم الحق، حيث تحدث عنها في موارد متعددة من نهجه المبارك، ومن أبرزها قوله عليه السلام: إن دين الله لا يعرف بالرجال، وإنما بل آية الحق، فاعرف الحق تعرف أهله. وتنظيرا لهذه المقولة نفهم أن مفهوم الحق هو مفهوم سامي يتجلى بصورة واضحة في الناحية السياسية، خصوصا من خلال تصرفات الحاكم وانعكاس ذلك على تفاعل الحكومة مع أفراد الشعب. فإن مفهوم الحق يتصف بالتعالي والرفعة، أي على الشعب أن يكافح من أجل محاربة الفساد، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهما. وكذلك قال عليه السلام: قد انجابت السرائر لأهل البصائر ووضحت محجة الحق لخابطها، أي يجب على الشعب أن تكون نظرتهم للحاكم نظرة ثاقبة، وليفهموا تصرفاته وكلامه وخطابه حتى يتبين لهم من أمر حاكمهم، حتى لا يختلط عليهم الحق والباطل. فالحق والباطل عنده مفهومان متنافران في القيمة المثالية في المجالات المختلفة، ولا سيما في الجانب السياسي. وننتقل إلى المعيار الثاني وهو معيار العدل،
إذ أن العدل صفة الله تعالى وإرادته وهو من صفاته، فقد كتب على نفسه العدل، وأن علاقة العدل بالسياسة علاقة وثيقة لتكوين سياسة صالحة، لأنه الأساس للسياسة الناجحة، فقوله عليه السلام ملاك السياسة العدل، وقوله خير السياسات العدل، وقوله كذلك سياسة العدل ثلاث: لين في حزم، واستقصاء في عدل، وفضال في قصد. وننتقل إلى المعيار الثالث، وهو معيار الرفق، حيث قال عليه السلام في هذا المعيار: من حسنت سياسته وجبت طاعته، أي أن الحاكم عليه لابد أن يترفق مع رعيته، وهذا يكون موجبا لتوافق الرعية مع الحاكم بسبب رفقه معهم. وقال عليه السلام: نعم السياسة الرفق. وقوله عليه السلام: الرفق يؤدي إلى السلم، حيث أنه عرف السلم بأن السلم ثمرة الحلم، والحلم مقارب ماذا؟ للرفق. وقوله: من ساس نفسه بالصبر على جهل الناس صلح أن يكون سائسا. وننتقل إلى المعيار الرابع، وهو معيار التخطيط والتنظيم للحكم الصالح. يعد التخطيط والتنظيم في الأمور السياسية حجر الزاوية فيها، فهما اللذان ينتجان نظاما سياسيا صالحا منظما حسب الأطر القانونية والسياسية المرسومة لنظام الحكومة، فهو من المعايير التي ركز عليها عليه السلام، حيث ورد في وصاياه لولديه الحسن والحسين صبطي رسول الله صلى الله عليهما قوله: أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. وننتقل إلى المعيار الخامس، وهو المعيار الأخير، وهو معيار الشفافية، حيث أن الشفافية تأسست عنده عليه السلام على حرية تدفق المعلومات، فالعمليات والمؤسسات والمعلومات يجب أن تكون متاحة بصورة مباشرة لأولئك المهتمين بها. فكما أشار إلى سياسة الشفافية في الحكومة الصالحة التي أقرها مع قادة الجيش ورعاياه، حيث قال: ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم، ولا أؤخر لكم حقا عن محله، ولا أقف به دون مقطعه، وأن تكونوا لدي في الحق سواء. رعاية للوقت، ننتقل إلى المقصد الثاني، وهو مضامين الحكم الصالح في نهج البلاغة. كم تبقى من الوقت؟ نعم. مضامين الحكم الصالح في نهج البلاغة، بعد أن تحدثنا عن أهم معايير الحكم الصالح في النهج، لابد أن نقف على مضامين هذا الحكم. فنبتدئ بأولها، وهو اختيار الحاكم الصالح، حيث أن من حقوق الرعية على الحاكم هو ما أوصى به عليه السلام لمحمد بن أبي بكر بقوله: اخفض لهم جناحك، وألن لهم جائبك، وابسط لهم وجهك، وآس بينهم في اللحظة، حتى لا يطمع العظماء في حيفك لهم، ولا ييأس الضعفاء من عذلك لهم. فكان اختيار الأمير عليه السلام للحكام بناء على هذه المضامين في اختيار الحاكم لرعيته. وبعد هذا أشار إلى صفات من لا يصلح للحكم، حيث قال: وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فتهلك الأمة. ثانيا، اختيار المستشارون والوزراء والجند،
حيث أنه عليه السلام أورد في نهجه قوله إلى مالك الأشتر في وصاياه وعهده له: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أما المضمون الثالث وهو حرية الرأي والتعبير في حكمه الصالح عليه السلام، حيث أيضا ورد في عهده لمالك الأشتر هذا البعد في قوله: والزم كلا منهم المحسن، وألزم كلا منهم المحسن والمسيء ما لزم به نفسه. وقوله لئن فقد، وأن توجيه الرأي العام والتعبير عنه بأسلوب النقد للسياسات العامة القائمة هو أمور من الأمور المرحب بها، حيث أنه ينقل أن ابن الكواء كان من ألد أعدائه، فقد اعترض عليه وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك، فرد عليه السلام: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستحملك الذين لا يوقنون. فهذا نموذج على حرية الرأي والتعبير عنده صلوات الله عليه. فكما لا يخفى عليكم أنه كان الأمير في معارضة شديدة من أبناء قومه، وكان قد أطلق الحرية لهم. المضمون الرابع وهو العلاقة بين الفرد والسلطة، حيث قال عليه السلام لأحد ولاته: فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها، عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على أذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع الأعداء. ننتقل فقط إلى التوصيات، فقط التوصيات. نعم، أبرز الاستنتاجات في الخاتمة، نقول أن تبين لنا أن مضامين الحكم الصالح في نهج البلاغة من الناحية السياسية قد تمثلت باختيار الحاكم والعدالة في التوزيع، واختيار المستشارون والوزراء والجند، وحرية الرأي والتعبير، والعلاقة بين الفرد والسلطة. وكذلك بقي مضمون واحد وهو حقوق المعارضة السياسية كما نوهنا إليه. وأما التوصيات فنقول فيها: أولا، الأخذ والاستفادة مما جاء في نهج البلاغة من معايير ومضامين مهمة في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي انطوت كلها تحت نظرية الحكم الصالح لخدمة الأنظمة السياسية. ثانيا، أن الحكم الصالح بما يحمل من معايير ومضامين الذي عرفه النهج وبين ماهيته، فهو فكرة سياسية رائعة لتحقيق حكم عادل. وبذلك ندعو جل الباحثين، بل أجمعهم من أقاصي العالم، للتعرف على هذه النظريات التي أبدعها أمير النحل، روحي فداه، وخصوصا في الجانب السياسي الذي يعد الركيزة الأساسية لقيام دولة الحق. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به. وددت التذكير سادة الكرام أن المداخلات والإضافات في نهاية الجلسة إن شاء الله نخصص وقتا لها. من ثوابت الحياة الإنسانية أن الأمن الاقتصادي أساس في استقرار المجتمعات وتطور الحضارات. السؤال الذي يطرح نفسه: هل نظر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام للأمن الاقتصادي؟ كيف؟ ما معالم هذا التنظير في الموسوعة الريادية نهج البلاغة؟ تساؤلات معرفية نجد الإجابة عنها في البحث الموسوم الأمن الاقتصادي، دراسة في سيرة الإمام علي عليه السلام
الذي اشترك في إنجازه الأستاذ المساعد الدكتور أصغر طهماسبي البلداجي والسيد أمين الله عدناني، نجد في هذا البحث إجابات رائعة. أطلب من أحدهما أن يتفضل مشكورا بإلقاء ملخص بحثه بما لا يزيد عن ربع ساعة. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأستاذ المساعد الدكتور أصغر طهماسبي البلداجي حاصل على شهادة الدكتوراه في فرع علوم القرآن الحديث من جامعة آراك، كما أنه عضوا تحكيميا في العديد من المجلات العلمية المحكمة، ولديه أكثر من 9 كتب ومؤلفات، بالإضافة إلى أنه مشاركا في العديد من البحوث يصل عددها إلى 47 بحث، ومشاركا في العديد من المؤتمرات في العراق وإيران والسعودية، ومشرف على العديد من رسائل الماجستير. فليتفضل مشكورا بإلقاء بحثه مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل. اللهم اكشف هذه القمة عن هذه الأمة بحضور مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من خير أعوانه والأنصاره والمستشهدين بين يدي. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رزقني الذي رزقني زيارة الإمام الحسين عليه السلام وأخي أبو الفضل العباس، ووفقني لكتابة البحث حول الإمام العلي عليه السلام. ونقول في هذا المحفل المبارك وهذا المؤتمر النبيل، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، و هذه الولاية وهذه المحبة إن شاء الله موجود في حياتنا ومماتنا، كما يقول الشاعر الإيراني السعدي الشيرازي: شبم بروی تو روز است و دیده ها به تو روشن و ان حجرت سواء عشیتی و قداتی. نه پنج روزه عمر است عشق روی تو ما را، وجدت رائحة الود إن شممت رفاتي. الله يثبتنا لولاية أهل البيت عليهم السلام إن شاء الله. جزيل الشكر والامتنان للعتبة العباسية المقدسة لهذا الفكر الجيد جميل ونبيل الأسبوع الإمامة، وجزيل الشكر والامتنان لجامعة الكفيل ومسؤولين في هذا المؤتمر للتنسيق الأمر وزيافة بشكل أحسن، وجزاكم الله خيرا إن شاء الله. مصداقكم مصداق هذا الحديث المبارك عن الإمام الرضا عليه السلام: رحم الله إمرأً أحيا أمرنا وأنتم منهم إن شاء الله. وأما بعد، موضوع بحثي حول الأمن الاقتصادي، دراسة في سيرة الإمام العلي عليه السلام. كما تعلمون، الاقتصاد والاهتمام بالمعيشة واحدة من مباحث التي يحتاج كل شخص، كل الإنسان في حياته الدنيوية، وهذا وجه مشترك بين تمام المذاهب والمكاتب. ولكن من وجهة النظر إلى هدف الاقتصاد وكيفية استفادة عن الاقتصاد وعن مواهب الدنيوية، هناك فرق رئيسي بين الإسلام وسائر المكاتب الاقتصادية والدنيوية. ما يعني؟ يعني الاقتصاد والاستفادة من مواهب الدنيوية في الإسلام هي الوسيلة، يعني وسيلة لكسب العيش الحلال وارتزاق والمعايش الدنيوية وأيضا العبودية لله تبارك وتعالى. ولكن في مكاتب ماتيرياليسمية الاقتصاد بعنوان هدف، كما نقرأ في القرآن الكريم: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الهدف، وما له في الآخرة من خلاق. ولكن الفكرة الإسلامية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أي الدنيا والآخرة. الاقتصاد الإسلامي لها خصائص متعددة. أولا، اقتصاد بعنوان وسيلة ولا الهدف.
ثانيا الاقتصاد بعنوان وسيلة لتحقق الإدالة الاجتماعية والاقتصادية. إنا أرسلنا رسلنا بالحق وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بالقسط من مظاهر الإدالة الاقتصادية. ثالثا الاقتصاد وسيلة لدفع الفقر عن المجتمع، يكاد الفقر أن يكون كفره. الهدف الرئيسي من الاقتصاد في الإسلام دفع الفقر واختلاف الطبقات. رابعا الاقتصاد منون وسيلة لاستفادة وسيلة لتحقق مظاهر العبودية والعبادة، يعني وسيلة للعبادة والعبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واحد من مظاهر يعبدون يعني مباحث الاقتصادية، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يؤتون الزكاة أمرا اقتصاديا لتحقق المظاهر العبادية. في سيرة الإمام العلي عليه السلام هناك استراتيجيات عديدة لتحقق الأمن الاقتصادي في المجتمع، حقيقة جميل. والجدير بالذكر هذه الاستراتيجيات ليس محدد لوقت خاص أو زمن خاص مثلا لزمن إمام العلي عليه السلام، لا، هذه الاستراتيجيات يختص لأي عصر ولكل الإنسان ولكل لا سيما البلاد الإسلامية. وعلى الباحثين على المفكرين أن يستنتج أصول الاقتصادية موافقا لعصرنا الحالي، كما يقول الإمام رضا عليه السلام علينا إلقاء الأصول وعليكم بالتفريع. الاستراتيجيات الإمام علي عليه السلام لتحقق الأمن الاقتصادية في أربع محاور. أولا مكونات العمل لخلق الفرص التوظيف والإنتاج. كما تعلمون الإنتاج والعمل والجهد والاشتغال والتوظيف من أهم مظاهر الازدهار الاقتصادي في أي المجتمع، في أي المجتمع. الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يؤكد لأولا تطوير ثقافة الجهد والسعي. ما يعني؟ يعني اهتمام بالجهد والعمل لأولا كسب الحلال والمعيشة الحلال، ثانيا ازدهار الاقتصادية في المجتمع. مثلا في البعد الأول يقول وليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث مرمة للمعاش أو خطوة في معاد أو لذة في غير محرم. يعني واحد من توقيفات الإنسان الشخص مؤمن يعني اهتمام بالجهد والعمل. البعد الثاني لتدفير ثقافة الجهد والاجتهاد في سيرة الإمام العلي عليه السلام المخالفة للآفات العمل. مع الأسف في بلادنا في مجتمعنا نشاهد البتل والكسالة عامل لأضرار الاقتصادية، عامل لأضرار الاجتماعية. والإمام علي عليه السلام في البعد الثاني يشير إلى أضرار الاقتصادية لأجل العمل. مثلا يقول آفة العمل البتالة، آفة العمل البتالة، من عطاء التواني ضيع الحقوق. يعني نحتاج إلى بلادنا أن نبين هذه المعارف لتطوير ثقافة الإسلامية، الاهتمام بالجهد والأمل لأي شغل لا فرق. الثاني الاهتمام بالإنتاج. الإنتاج عامل حام لتنسيق الأمور في المجتمع وعامل لإيجاد أمن الاقتصادي. يقول الإمام العلي عليه السلام هذا جميل حقيقة حول الإنتاج والاهتمام بالصناعيين، الاهتمام بالمنتجين في المجتمع. يقول خطاب مالك أشتر
وليكن نظرك في عمارة الأرض، يعني الإنتاج في عمارة الأرض، لاحظوا، أبلغ من نظرك من في استجلاب الخراج، يعني أهم من الخراج اهتمام بالإنتاج والعمارة الأرض. لماذا؟ لأن عمارة الأرض عامل لإيجاد الشغل لأشخاص، عامل لتطوير الاقتصادية، عامل لإزدهار الاقتصادية، عامل لاستقلال الاقتصادية. ويقول الإمام العلي عليه السلام: لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج. لاحظوا، بغير عمارة أخرب البلاد وأحلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا. في حماية عن المنتجين والصنايع في ذلك الزمن، يعني هذا يعني قطوة لنا في هذا العصر المعاصر، لحماية المنتجين والمصانع، فإن شكوا أو التجار فإن شكوا ثقلًا أو إلة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرض اعتمرها غرق أو أجحف بها أتش، خففت عنهم، من تخفيف الماليات، أي تخفيف الماليات. المحور الثاني في سيرة الإمام العلي عليه السلام لأجل أمن الاقتصادي، المكونات الإجلائية لإزالة الأضرار الاقتصادية. الأضرار الاقتصادية معارض لاقتصاد السليم، عامل لفقدان الأمن الاقتصادي. أولا محاربة الفساد الاقتصادي، الاحتكار، الربا، الشغل غير صحية غير إسلامية، هذه عوامل لفقدان الأمن، عامل لتخريب الأمن الاقتصادي. والإمام علي عليه السلام يقول لمالك العشدر: واعلم مع ذلك أن في كثير منهم، حول التجار، حول الفساد الاقتصادي، زيقا فاحشا وشوحا قبيا واحتكارا للمنافع. يعني الإمام يأمر لمقابلة هذا. الثاني اختيار العملاء المناسبين والمسؤولين للإدارة الاقتصادية. أي في سورة مباركة يوسف نقرأ النبي يوسف، نبي يوسف يقول لعزيز مصر: اجعلني، لاحظوا، اجعلني على خزائن الأرض. لماذا؟ إني حفيظ عليم. حفيظ يعني التعهد، عليم يعني التخصص. إذا موجود، إذا في وقت يعني المسؤولين لديهم هذه الخصائص، يعني التعهد والتخصص، عامل لإزدهار الاقتصادية. دقيقة. وفي محور الثالث خلق الثقافة الاستخدام، الأمثل النعمة الإلهية، الاجتناب عن الإسراف، الغناء كنز لا ينفد، فدع الإسراف مقتصدا. مكونات العملية لاستئصال الفقر: أولا تطبيق العدالة الاقتصادية، ثانيا قرض اهتمام بالقرض الحسنة، ثالثا الدعم الاقتصادي للفئات الضعيفة. هذه العوامل عامل لدفع الفقر، يكاد الفقر أن يكون كفرا، ولمخالفة للدفع الفقر عن المجتمع هذه الاستراتيجيات حام. والأخير مكونات العمل من أجل التنمية الاقتصادية المجتمع، الاستقلال الاقتصادي، الاستقلال السياسي مرهون بالاقتصاد، بالاستقلال الاقتصادي. والعوامل الاستراتيجيات لأجل الاستقلال الاقتصادي: تخطيط الاقتصادي السليم، حسن التدبير ينمي قليل المال، وتشجيع الاستقلال الاقتصادي. عفواً لإطالة الكلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. في ختام كلامي أيضاً أشكره وجزيل الشكر الامتنان للمسؤولين في العتبة العباسية المقدسة لحقد هذه المؤتمرات وهذا التنسيق المبارك، هذه الضيافة الأحسن، وجزاكم الله خيرا. تعجيل في فرج مولانا صاحب الأمر والأسر والزمان، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لكم دكتور، أحسنتم. شكرا للدكتور طهماسبي. من المقولات التي تثير أصفاً ذهنياً، يفتح آفاق جدليات مختلفة
بين أخذ ورد وتأويل وتصحيح مقولة تاريخية الأحكام الشرعية. هل من قراءة معرفية تصحيحية لهذه المقولة؟ هل أسس المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لهذه المقولة رؤية دقيقة من معطيات الوحي الإلهي؟ تساؤلات معرفية مهمة في البحث الموسوم تاريخية الأحكام الشرعية في نص ما روي عن الإمام علي عليه السلام الذي اشترك في إنجازه الأستاذ الدكتور هادي حسين القرعاوي والمدرس المساعد فاضل عباس حسن إجابات علمية موضوعية. أطلب من الأستاذ الدكتور هادي القرعاوي أن يتفضل مشكورا بإلقاء ملخص بحثه بما لا يزيد عن ربع ساعة. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأستاذ الدكتور هادي حسين هادي القرعاوي حاصل على شهادة دكتوراه شريعة وعلوم إسلامية من جامعة بغداد في عام 2000 وبتخصص أصول الفقه، وحاصل على لقب الأستاذية سنة 2010، كما أنه رئيس للجنة الدراسات العليا عام 2012 وأستاذا للدراسات العليا في كلية الفقه. أشرف وناقش على أكثر من 100 رسالة وأطرحها في مختلف الجامعات العراقية، كما أن له أكثر من 20 بحثا في مجلات علمية محكمة. أدعو الأستاذ الدكتور هادي حسين لإلقاء ملخص بحثي مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، وفقنا الله سبحانه وتعالى وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح، وبعد، السلام عليكم إخوان الحضور ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. موضوع بحثنا يتعلق بتاريخية الأحكام الشرعية في نص ما روي عن مولانا أمير المؤمنين الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. تعد التاريخية من الإشكاليات التي تطرح الآن في الساحة المعرفية الإسلامية، ولا بد من إيجاد الحلول المباشرة والناجعة لهذه الإشكالية البحثية التي هي بدرجة ما تحرك البحث الفقهي وتحرك البحث الأصولي، كما هو الحال في الكثير من الظواهر التي حدثت في التاريخ الإمامي على مختلف العصور التاريخية، كما هو الحال بالنسبة إلى الحركة الإخبارية وما كان من منتجاتها الوحيد البهبهاني في فوائده وكيفية نضجت البحث الأصولي وأثرت حتى على في امتداداتها إلى بحث الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري في نظرياته وابتكاراته في علم الأصول. وهذا ما حرك الأخند الأخراساني في مناقشة ما توصل إليه الشيخ الأعظم تحليلا ونقدا، فأثار أيضا تلامذته ما بين القبول والرد لتقويم تلك النظريات وتلك الآراء الأصولية. فإذن الإشكاليات أمر وارد وهي مما يحرك الساحة البحثية. فإن بحثنا في التاريخية يقع على مستويين، على مستوى الثبوت وعلى مستوى الإثبات. فعلى مستوى الثبوت مما لا إشكال في وقوعه، والخلاف إنما يكون على مستوى الإثبات والنظر في الأدلة الخارجية، هل يستفاد منها التاريخية والتقييد بحدود الزمان والمكان أم أنها لا يستفاد منها ذلك؟ والخلاف عندئذ يقع في الجملة وليس بالجملة. فانقسم فقهاء الإمامية إلى قسمين، بعضهم يرى عدم التاريخية، وهذا ما ذهب إليه مشهور علماء الإمامية بأن الأحكام ثابتة
ويجب أن نتعبد بحرفية النص ومداليلها، وأن الزمان والمكان لا يؤثر في القراءة لتلك المداليل. مستدلين على ذلك بمجموعة من الأدلة، ومنها عند أذن الأصل اللفظي على أن المنظور في عناوين الأحكام الشرعية إنما هي الموضوعية لا الطريقية، لأن الطريقية ربما يستفاد منها عند إذن الوصول إلى التاريخية. وكذلك بالنسبة إلى قاعدة الاشتراك واشتراك العالم والجاهل في الأحكام، والحاضر والغائب، والمخاطب والغائب، هم أيضا من القواعد الكلية في الفقه الإمامي، وتعد هي من قوام الدين. وكذلك بالنسبة إلى الإطلاقات الواردة في أدلة الأحكام، وكما معروف عند حضراتكم بأن الإطلاق يحتاج إلى مقدمات، وهو المقدمات هي الثلاثة: بأن يكون المولى في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، أن لا ينصب قليلة متصلة، وأن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. فبإطلاق هذه الأدلة ممكن القول بشمولها إلى كل الأزمان وإلى كل الأحوال. ثم أنهم بعد ذلك ناقشوا من قال بمن، من قال عند أذن بالتاريخية، وأثبتوا عدم صلاحية إيش؟ عدم صلاحية قولهم، لأنهم اعتمدوا على مجموعة من البراهين أو ربما تصل إلى المنبهات الوجدانية التي من خلالها توصلوا إيش؟ توصلوا عند أذن إلى التاريخية. منها الروايات التي يستفاد منها التاريخية، كما هو الحال بالنسبة إلى الروايات الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحرمة الفرار من الطاعون. وبعد ذلك فسرها الإمام علي إن ذلك لحيثية معينة ولزمن معين ولحيثية الحرب، لا أن يكون ذلك مطلقا. وكذلك بالنسبة إلى النهي عن حبس الأضاحي في منى 3 أيام، وفسرت عند أذن الحاجة نهى ذلك، وبعد ذلك عند أذن أبيح هذا الأمر. فإذن الروايات ربما يستفاد منها عند أذن التاريخية، وسردوا لنا مجموعة من الروايات في ذلك. اثنين، من خلال المتابعة والاستقصاء، هم أيضا قالوا بأن الكثير من علمائنا قد قالوا بالتاريخية، كما هو الحال بالنسبة إلى تفسير الشيخ الصدوق لروايات الطب النبوي وحملها على التاريخية. وكذلك بالنسبة إلى السيد الصدر محمد باقر الصدر في كتاب اقتصادنا، هم أيضا في موارد كثيرة طبق التاريخية. وكذلك بالنسبة إلى الشيخ المفيد في تصحيح اعتقادات الشيعة، هم أيضا قال في بعض الروايات عند إذن بأنها محمولة على التاريخية. كذلك قالوا بأن هناك مقاربات في محدودية أحكامكم، وهذا وارد عندكم بالاتفاق ومنصوص عليه بالأدلة القطعية، كما هو الحال بالنسخ، لأن نعلم على أن النسخ هو رفع حكم ثابت بآخر لانتهاء أمده وزمانه، فليس هناك فرقا كبيرا ما بين شأن القول بالتاريخية وما بين عند إذن محدودية هذه الأحكام ونسخها. وأيضا استقصوا لنا مجموعة من الروايات من خلال المتابعة على أنها شنو؟ على أنها من النوع من القول بالتاريخية، كما هو الحال بالنسبة إلى الروايات التي أوجب زيارة الإمام الحسين وبعد لقلة الشيعة، ولإظهار لإظهار ظلامة الإمام ومحاربة الظلم عن طريق تلك الزيارة. ثم بعد ذلك القول إيش؟ القول بالاستحباب بعد أن استقر الشيعة وكثروا وأصبحت تلك الشعائر واضحة المعالم في دلالتها، فانتقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فحملوا ذلك على التاريخية. كذلك فيما يتعلق بروايات الزكاة، حصر الزكاة بأصناف 5، للعلم على أن التاريخية لا تلغي الحكم، هذا مفهوم خاطئ، لأنها قد تلغي الحكم وقد توسع الحكم وقد تضيقه. فلذلك في مسألة حصر الزكاة، لأن الزكاة إنما في أصل تشريع لسد حاجة الفقراء، إذا كانت هذه الأعيان لا تسد حاجة الفقراء فلا تكون هناك جدوى اقتصادية فيما يتعلق بفرضها، فلذلك وسعوه إلى ما يتعلق ببعض المعادن، كما هو الحال بالنسبة إلى النفط مثلا والغاز. هاي هم أيضا تحمل هذه الروايات في الحصر على التاريخية. كذلك فيما يتعلق بدية القتل الخطأ، احنا نعلم على أن القتل العمدي ديته على الجاني، والقتل الخطأ إنما تكون ديته على من؟ تكون ديته على العاقلة، تكون ديته على العاقلة. يقول في ذلك الزمان عندما كانت الأواصر الأسرية مترابطة ومجتمعة وكل واحد منهم يعرف الآخر، أما الآن حين التباعد
وعدم شنو، وربما يكون بعضهم لا يعرف اسم الآخر، فليس من الضروري أن يتحمل عنه الدية. فلذلك تحميل الجاني، تحميل العاقل للدية مما لا موجب، لا مما لا موجب لذلك. وكذلك فيما يتعلق بحلق اللحية الذي يقول بين الروايات إنما صدرت لإن كان يستهزئ بذلك. وأما الآن عندئذ لما ارتفع هذا المحذور فلا موجب المن، فلا موجب إلى القول بالحرمة. وكذلك يضربون على ذلك مثلا فيما يتعلق بأصناف الدية، عندما كانت أصناف الدية متقاربة سوقيا فيترك الخيار للجاني، أما الآن لما اختلفت القيمة السوقية فلا بد من أخذ ابن الورثة أو أخذ شنو أو أخذ المجني عليه إذا كان فيما دون النفس وغير ذلك. وهذه مناقشة فيما يتعلق بالبحث، وكذلك عند أذن المنقودة. وانتهينا إلى ما يتعلق عند أذن بعدم تمامية تلك الأدلة، وأن القول الصحيح إنما هو فيما يتعلق بوجود ضوابط بأن الأصل هو عدم التاريخية. والقول بالتاريخية وين نحتاج؟ نحتاج عند أذن إلى ضوابط واستظهارات، وهذه الاستظهارات من خلال القرائن الموجودة كقرينة المتابعة في النصوص مثلاً، أو فيما يتعلق بالقرائن الحالية والمقالية التي تحف عند إذن بالنصوص تكون هي المعيار وهي الأصل في القول بالتاريخية وعدم التاريخية. أما التحليل العقلي الذي اعتمد عليه الحداثين كثيرا في القول بالتاريخية مما لا موجب له، لأنه قول بالتظني وقول أيضا بمن وقول بعدم شنو، وانفتح ذلك على ما يتعلق بالظن، والأصل في الظن هو عدم الحجة. هذه كمقدمة فيما يتعلق وإطلالة إلى ما يتعلق بالتاريخية والأقوال فيه. أما فيما يتعلق بالبحث فقد قسم البحث إلى مطالب خمس. المطلب الأول تعلق بمفهوم تاريخية الأحكام، لأن التاريخية تكون على نوعين، إما تاريخية معرفية أو تاريخية واقعية. وكذلك بالنسبة إلى مفاهيم مقاربة للتاريخية كما في تعلق تغير الأحكام بتغير موضوعاتها، لأن نعرف على أن الأحكام تنصب على الموضوعات والموضوعات تكون علة المن للأحكام، وهل إنها أخذت على نحو الطريقية أو أخذت على نحو الموضوعية. وكذلك المقاربة الثالثة فيما يتعلق بأثر الزماني والمكان في تغير الحكم ووجه التشابه فيما بينها وبين التاريخية. الأحكام الولائية اليوم عند إذن التي هي من المباحث المهمة التي يجب أن تدخل إلى علم الأصول الإمامي، وين عند إذن مساحتها هذه الأحكام الولائية التي ترجع إلى الحاكم الشرعي بكونه حاكما وبكونه شنو وبكونه قائدا وإنسانا نوعيا في هذه الأمة، وهو الذي يشخص. فمساحته سواء كان إماما أو نبيا أو فقيها إنما تكون في تلك الأحكام الولائية، ومفارقتها عن من؟ ومفارقتها عندئذ عن التاريخية. وكذلك عندئذ استشهدنا في ذلك على مجموعة من النصوص التي صدرت عن الإمام علي وحللناها تحليلا سنديا وعلى مسلك الوثوق، وكذلك بالنسبة إلى دلاليا في القول بمن؟ في القول عندئذ بالتاريخية. ومن ذلك سئل الإمام علي عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير الشيب ولا تشبه بمن؟ ولا تشبه باليهود، فقال عليه السلام إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك والدين قل. فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرؤ وما اختار، فالقول بالتاريخ واضح فيما يتعلق بهذا النص. وكذلك في صحيحة محمد بن مسلم، ونعرف على أن الصحيحة إنما تكون رواتها إمامية عدول في كل طبقات الرواية، عندما قال جميعا قال إنهما قال وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينار واحد، وهذا خارج شنو؟ وهذا خارج وموجود مجموعة عدد من الروايات في هذا الجانب والضوابط الموجودة والنتائج والتوصيات، ولا نستطيع مخالفة سماحة الشيخ. وآخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسنتم دكتور، طيب الله أنفاسك، جزاك الله تعالى خيرا. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما هو معلوم إمام في جميع شؤون الدين والدنيا، ومنها إمام يؤتم به في تربية الفرد وبناء المجتمع، وله عليه السلام منهج قويم نظري عقدي وتطبيقي اجتماعي.
لتنشئة الفرد والمجتمع تنشئة صالحة وللارتقاء بالجميع إلى مرتبة الكمال الإنساني المنشود كما أراده الله تعالى لخلقه ولعباده، ولتحقيق سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة بتكوين شخصية الإنسان الصالح المتوازن الخير في ذاته المتصالح مع غيره الساعي لإرساء دعائم المجتمع الصالح الآمن السعيد المطمئن. في البحث الموسوم منهج الإمام علي عليه السلام التوازن في الشخصية الإسلامية تبيان لذلك، هذا البحث أنجزته الدكتورة بتول عرندس، أطلب منها أن تتفضل مشكورة بإلقاء ملخص بحثها بما لا يزيد عن ربع ساعة، فلتتفضل مشكورة، نستقبلها بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدكتورة بتول أمين عرندس حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة علاء الدين لبنان عام 2020، مشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية في إيران والبحرين والكويت والعراق ولبنان، كما أن لديها العديد من الأنشطة الاجتماعية ولديها 3 مؤلفات في مجال تخصصها، وهي عضوة في العديد من المجلات العلمية في لبنان والعراق واليمن وإيران والبحرين، كما أنها محاضرة في العديد من الجامعات العراقية كجامعة البصرة والكوفة وجامعة الزهراء، فتتفضل مشكورة بإلقاء ملخص بحثها مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأعز المرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي جعلنا المتمسكين في ولاية أمير المؤمنين. الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم. موضوعنا نحن اليوم، أنا حبيت اختار موضوع التربية والأسرة، والسبب نحن في هجمة تربوية وخاصة التربية الحديثة تحاول أن تقضي على التربية الإسلامية. أمس نحن كنا في محاضرة للدكتور مصطفى العامل وهو أستاذنا، واتشرف أنا موجود معنا في القاعة، كان يتكلم عن الشخصية أبو الفضل العباس في من الناحية التربوية وكيفية تأثير أسرة أمير المؤمنين عليه السلام في تربية ابنه أبو الفضل العباس واختياره إلى الزوجة، يعني اختيار النطفة فينا أن نقول اللي أنجبت الإمام أبو الفضل العباس سلام الله عليه. لذلك أنا حاولت أن الموضوع يكون حول الأسرة وتفكك الأسرة وبناء الأسرة، لأنه نحن بزمن عم بيكون الطلاق جدا سهل، وبيكون الطلاق عم يتهاون به، ولذلك نحن لازم نعيد مجتمعاتنا إلى القيم الإسلامية. لذلك اخترت أن يكون بحثي حول هذا الموضوع، الوقوف بالمجتمع والأفراد على كيفية بناء الأسرة وتوازنها عن طريق تسليط الضوء على البنية النفسية والصورة الاجتماعية وإظهار الجانب التربوي الإصلاحي في فكر الإمام علي عليه السلام الذي يدعو إلى أسس متوازنة تسهم في خلق مجتمع أسري صحيح ومعافى. محاولة الوقوف على منهج التربوي عند الإمام علي عليه السلام بالتوازن والاعتدال في جميع جوانبه المرتبطة بالإنسان، أن تنظيم الاجتماع الإسلامي ومعطياته من خلال الوقوف على مسألة التوازن النفسي والسلوكي لدى الفرد، في فكر الإمام الدعوة إلى التوازن والاعتدال شاملة لجميع المرافق والميادين ومنها الميدان النفسي، فالتوازن مطلوب في مختلف الظروف والأحوال المحيطة بالإنسان. المبحث الأول هي التربية الأسرية النفسية والخلقية والسلوكية للأسرة في فكر الإمام. تعتبر التربية والتزكية من أهم الأهداف للرسالات الإلهية قاطبة، لأنها تتعالى بالإنسان إلى مراتب الكمال النهائية الذي أراده الله سبحانه وتعالى للإنسان،
ولهذا نجد أن القرآن الكريم حينما تحدث عن هدف بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله أعطى للتزكية وللتربية المكانة الأولى، ومن ثم أردف بالتعليم، ولأن الفضاء جميعها تقف وتنتهي عند العلم، وما نعنيه بالعلم هو ليس كل العلم بل خصوص العلم الذي ينتهي إلى المعرفة، فهذا العلم هو مصدر كل الفضاء جميعها، والناس في نظر الإمام إنما يتفاضلون ويتمايزون بمقدار على علم كان منهم لا بمقدار ما يملكونه من أرزاق وأموال، إذ يقول الإمام علي عليه السلام يتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا بالأموال والأصول، بل يمكن القول إن القرآن الكريم كتاب فريد في منهجه التربوي، وكذلك سيرة الرسول الأعظم والأئمة خلفائه من أهل بيته عليهم السلام، ولا نخفي الحاجة الماسة في مجتمعنا اليوم إلى منهج تربوي ثابت في أصول واضح في مقوماته وموازينه، بل قد تصل هذه الحاجة لحد الضرورة، لأن التربية هي التي تحدد القيم الصالحة والسامية في الواقع الإنساني وتنشر القيم الفضيلة والرقي والتكامل في المجتمع، وتؤسس للمدينة الفاضلة التي كان وما زال يتمناها كل إنسان ذو لب وإيمان وعادل. وقد بذل المصلحون على مر التاريخ جهودا مضنية لتوضيح منهج تربوي يستندون إليه في انطلاقهم نحو تربية الإنسان والمجتمع على أساس سلمية وصالحة، وفي بيئتنا الإسلامية كان النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته القدوة الصالحة والمربين الذين أناروا طريق المسلمين بكلماتهم وسلوكهم العلمي الذي يعتمد على الأسس والمفاهيم والقيم الإسلامية السمحاء. المطلب الآخر مرحلة الطفولة ومرتكزاتها، حقوق الطفل عند الإمام علي عليه السلام. لقد جاء الإسلام ليقرر إن للطفل حقوقا وواجبات لا يمكن إخفائها أو تجاهلها، وتبدأ هذه الحقوق من مرحلة من أهم المراحل في الإسلام، وهي مرحلة اختيار الأم الصالحة ورعايتها للطفل في كل ما يتعلق بحملها، فالإسلام يحرم الإجهاض هذا الطفل، وبمجرد ولادته يعطي الطفل الحق في الترحيب بقدومه والتسمية واختيار الاسم الحسن والعقيقة والرضاعة الكاملة والحضانة والنفقة والتربية الإسلامية الصحيحة. تبرز أهمية مرحلة الطفولة وتأثيرها المستقبلي على الإنسان والمجتمع وفق رؤية الإمام علي عليه السلام، حيث يقول: قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. فقد نظر الإمام للطفل ككتلة من المشاعر والأحاسيس يجب صياغتها وإحاطتها ببيئة صالحة تزدهر وتنمو حتى تترسخ قاعدة الشخصية النسوية، حيث يقول عن الطفل: لأنه نية سليمة ونفس صافية. ومن الحقوق المعنوية التي سعى لها الإمام علي عليه السلام إلى تحقيقها في المجتمع حق سلامة الأطفال، حيث قال عليه السلام: من أخاف طفلا فهو ضامن. وقد فرض الإمام عليه السلام تعويضا على ترويع الأطفال، لازم نحن نطلب فيها لأهل الجنوب اللي عم يتعرضوا كل يوم للضرب والأطفال يتخوفوا ويتروعوا يعني، وذلك لأن سلامة الطفل تفقده القدرة على الانسجام مع المجتمع، وتترك أثرا سلبيا في خلق الكراهية والعداوة في العلاقات الاجتماعية. كما أشار الإمام علي عليه السلام إلى كيان المعنوي للطفل بما يسمى بحق الطفل في الحب الذي ينبغي أن يعطى للطفل داخل الأسرة، فالقبلات والأحضان تمثل حضنا روحيا يملأ الطفل بالدفء المادي، سواء من قبل الأسرة بمسؤولية مباشرة أو من قبل المجتمع والأهل.
والدولة في مرحلة لاحقة في إطار حقوق الضمان الاجتماعي. وقد أوجب الإمام علي عليه السلام على الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال أن يقوموا بالتكفل المادي لقبول عناصر جديدة في الأسرة مع ولادة الطفل، وأن يستمروا في دفع الحقوق المادية حتى يستقل الطفل. المطلب الثاني، يعني مرتكزات العلاقات الأسرية، دور الأسر النفسي والتربوي. تلعب العلاقات الأولية مع الأم دورا أساسيا في بناء الصحة العاطفية والاجتماعية والروحية للفرد، وتولى ميلان أهمية أساسية للغاية لعلاقة الطفل بأمه، وذلك لأن النمو لا يمكن بطريقة أن يتم بطريقة سليمة إذا لم تكن صورة الأم متجذرة في الأمان. وإذا لم تنجح هذه العلاقة الجسدية والنفسية فلن تؤدي إلى النمو السليم. كثيرا من الأطفال الذين يحرمون من أمهاتهم أو يضعون في مؤسسات ولا تربطهم علاقة بأمهاتهم يعانون من مشاكل في النمو، خاصة ببعض موضوع الطلاق. يا ريت نحن كثير نتكلم حول هذا الموضوع، لأن بعض الطلاق يصبح تشتت للأطفال، الأهل يأكلوا حصرهم والولاد بيدرسوا، يعني بتصير المشاكل الأسرية وما قاعدين يتفهموا إنه هيدا الطفل هو صدقة جارية يعني لهيدي الأسرة. علينا نحن إن نتماسك حتى لو بعض الطلاق، يعني هو أبغض شيء عند الله الطلاق، ولكن لازم نحن نحاول إن نترابط وندعي هيدي الأسر، ويكون في مؤسسات للتوعية حول هيدا الموضوع ليكون ما يكون في تشتت للأطفال. ليس فقط في النمو الأكاديمي والفكري، بل أن بعضهم يرفضون الأكل ويموتون جوعا، وكل ذلك بسبب الحرمان العاطفي. التفكك الأسري اللي كنا عم نتكلم عليه يراد بظاهرة التفكك انهيار وحدة اجتماعية واختلال وظائفها وتتدهور نظامها، سواء كانت هذه الوحدة شخص أم جماعة أم مؤسسة أم أمة بأسرها، وهو عكس الترابط والتماسك. أنا ما راح طول كتير لوصية السيد أحمد الصافي امبارح، قال ناخد لب الموضوع، يعني ما نسرد كتير، بس مفهوم الإنسان الاجتماعي، نحكي عن مفهوم الإنسان الاجتماعي. عندنا تحقيق التآلف المجتمعي، مفهوم الأخوة من أهم عناصر الوجود الاجتماعي الإنساني، فالأخوة عنصر أساسي إن السبب في ازدياد الأزمات والانقسامات في كثير من المجتمعات في السنوات الأخيرة هو عدم وجود إنسان اجتماعي متآلف ومتآلف مع الآخرين في المجتمع. فهناك روايات كثيرة للإمام علي عليه السلام يؤكد فيها على أهمية بناء الإنسان الاجتماعي، فالناس صنفان، أم أخ لكم في الدين أو نظير لك في الخلق. ما نعمل ختام، يعني المبادئ والمصالح، يعني التأسيس الاجتماعي بالإخوة، أهمية التوازن في النفس الإنسانية، إن النفس البشرية حساسة جدا وسريعة التأثر، لكي يكون الإنسان متحكما في نفسه ومتزنا ولا يتأثر بأدنى سبب ولا يفقد توازنه في الحال، فهو بحاجة إلى توفيق من الله عز وجل. التوازن في الشخصية الإسلامية، والتوازن في الإطار الشخصية، والتوازن في الدائرة الاجتماعية. لذلك أنهي بحثي باختصار، أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأتمنى أنه موضوع الأسرة، يعني هذا أنا توصيات بتكون أنه نهتم بموضوع الأسرة والتربية، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، إذا نجحت الأسرة نجح المجتمع. ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لأختنا الفاضلة الدكتورة بتول على ما تفضلت به. من نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى نعمة المعرفة، نعمة حقيقة، نعمة عظيمة، ليصبح الإنسان مستوعبا لفهم حقائق الكون والوجود والحياة والمبدأ والمعاد، وهي أساس في بناء شخصية الإنسان بناء إيجابيا،
ولتتكون قوة الذات القادرة على امتثال تكليف الإنسان في مهمته الاستخلافية. في البحث الموسوم دور المعرفة في قوة الذات من منظور الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي تشارك في إنجازه الأستاذ الدكتور فاضل محسن الميالي والأستاذ المساعد الدكتور منى صالح الدجيلي. تبيان لذلك أطلب من أستاذنا الأستاذ الدكتور فاضل محسن الميالي أن يتفضل مشكورا بإلقاء ملخص بحثه في ربع ساعة. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. الأستاذ الدكتور فاضل محسن يوسف الميالي، دكتوراه في التربية وعلم النفس، تخصص علم النفس من الجامعة المستنصرية، تدريسي في كلية التربية المختلطة جامعة الكوفة، أشرف على العديد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه، إضافة إلى كونه عضوا في هيئة تحرير مجلة مركز البحوث التربوية في جامعة قطر عام 2003، ومحاضرا ومدربا في مركز طرائق التدريس والتدريب الجامعي في مواضيع علم النفس التربوي، ولديه أكثر من 24 بحثا منشورا في مجلات علمية محكمة. أدعو الدكتور السادة الدكتور فاضل محسن بإلقاء ملخص بحثه مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين الأخيار. الحضور الكريم مع حفظ المقامات والألقاب، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أقدم الشكر للعتبة العباسية المقدسة على هذه الفعاليات المهمة والكبيرة جدا والعالية في أهدافها وفي محتواها وفي مضامينها، والشكر موصول لجامعة الكفيل لاستضافة هذه الفعالية ولتنظيمها. حقيقة لضيق الوقت وقرب أداء الفريضة سأختصر في تقديم بحثي الموسوم بدور المعرفة في قوة الذات من منظور الإمام علي عليه السلام. لا شك أن المبعث لهذا البحث والفكرة أو ما يصطلح عليه في البحث العلمي الثيم التي دفعت الباحثين للتفكير في هذا الموضوع، هو أننا برؤية وبلحاظ سلوك الناس في المجتمع نجد أن هناك سعي عند الناس لتأكيد القوة هربا من مشاعر الخوف والقلق. هذه المشاعر دعت أحد المختصين في علم النفس الاعتبار أنها تهديد وجودي للإنسان. نعم هناك سعي، هناك من يلجأ للمادة للمال، وهناك من يلجأ للإنسان الآخر، جماعات أو أفراد، جماعات اجتماعية، جماعات سياسية، جماعات ثقافية، جماعات فكرية، لإضافة شيء يشعر من خلاله بالإسناد بالدعم. لا شك في أننا يجب أن نتجه إلى المنهج القرآني وإلى عدل القرآن. أهل بيت الرحمة ماذا رسموا لنا من منهج تربوي أخلاقي يسهم في قوة الذات؟ لذلك بحثي أو بحثنا يتضمن مقدمة ومفهوم المعرفة
ماهية المعرفة، مفهوم الذات، ماذا يعني الذات، أهمية المعرفة، الارتقاء بالذات، الآثار المترتبة للمعرفة في الذات، وسأركز على هذه الآثار. اليوم ما نعاني منه هو مشكلة أخلاقية بالدرجة الأولى، ما نئن منه هو مشكلة تتعلق بالأنا. سمعت كلام من أحد علمائنا الأجلاء يقول أن أحد المسلمين جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله طارقا الباب، قال من؟ قال أنا. قال من؟ كررها، قال أنا. فرد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا 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 أنا، مشكلتنا الأنا. كيف يمكن لنا أن نفهم الأنا وأن نفهم هذه الذات وأن نعرف مواطن القوة ومواطن الضعف؟ لا شك في أن الضعف لا يختلف عليه اثنان أنه يحصل بالجهل، الجهل. لذلك لا يمكن أن تتصور إنسان بتمام أخلاقه وهو يرتع في مستنقع الجهل. لذلك التوجه اللي صار هو نحو الأخلاق وجعلها قوة في الذات. طيب، هذه القوة كيف تحصل؟ أولا، ماذا نعني الذات بالذات؟ مفهوم الذات، نعم، الذات مهم جدا في فهم الطبيعة الإنسانية، واحتل مصدر الصدارة في معظم النظريات النفسية والاجتماعية والتربوية. ولذلك إن أردنا أن نفهم السلوك الإنساني يجب أن نفهم الذات. هذا المفهوم يتحدد بالأفكار والمشاعر والانفعالات والجانب الوجداني الذي يستشعره الإنسان في داخل نفسه، وبالتالي يحدد ويوجه السلوك الذي ينبعث منه. أهمية الذات تكمن في أنها مستقر ومستودع بل ومنبع السلوك. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نوظف تراث أئمتنا الأطهار في توجيه هذا السلوك؟ عدنا كأفراد وعدنا كمجتمع. صح، ليس مهم أن تعرف هذا التراث، المهم أن تجسده في السلوك. هذه المرويات يجب أن تترجم في السلوك. كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، المعرفة نور، نور القلب، المعرفة الفوز بالقدس، المعرفة برهان، إلى آخره. هذا الكلام يشير إلى أهمية ودلالة المعرفة في حياة الإنسان. لا شك أن هذه المعرفة، المنهج القرآني يوجهنا إلى الحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة يجب أن تأتي من الكتاب. كيف نرتقي بالذات؟ نعم، نجد في واقعنا المساعي التي ذكرتها قبل قليل. الارتقاء بالذات وحصول القوة في هذه الذات يكمن في المعرفة، وفي مقدمة هذه المعرفة هي معرفة الله
ومعرفة الدين الأصيل الذي يروى عن طريق محمد وآل محمد. نعم هناك موجود في المجتمع من يعتقد بأن الدين والرسالات السماوية ودور الأئمة قد انتهى بحياتهم، موجود هذه ثقافة، ولكن يجب أن نعمل على ترسيخ وعي وثقافة بأن دور الرسالات السماوية ودور أكمل الأديان ودور أئمتنا الأطهار لا ينقطع بحياتهم. يجب أن نؤسس لوعي وثقافة أننا حينما نقف أمام شباك الإمام ونخاطبه في الزيارة يجب أن لا نقف أمام ميت بل حي. أعرف أنك تسمع كلامي وترد سلامي، لكن هذا الكلام كيف نفهمه في الواقع النفسي الذاتي الذي نستشعر به؟ وتلاحظ أحيانا التمحور يدور حول الذات، حول الأنا، وإذا ضخمت هذه الأنا تصبح أنانية. واليوم قد ترضي فلان إن جعلت كل كلامك نحوه مديح وإطراء، ومجرد أن تذكر هنات قد يتخذ موقف، هذا واقع موجود. الارتقاء بالذات إذن بالمعرفة يحصل بثلاث طرق: بالعلم والمعرفة، بالعمل الصالح، هذا السلوك العملي الذي يتجسد بمكارم الأخلاق. لكل فقرة من هذه الفقرات الثلاث مضامين مهمة جدا قد لا يسمح الوقت لتداركها، لكن أريد أن أؤكد على نقاط مهمة في الآثار التي تترتب للمعرفة في الذات. أولا العلاج. ماذا نعني بالعلاج؟ الدراسات العلمية في مجال الاضطرابات النفسية بيّنت أن هناك انتشار واسع جدا للأمراض النفسية والاجتماعية بما يوازي بل يفوق الأمراض.